شيخنا بارك الله فيكم، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام كيف يعني؟ هل لابد من الممر المعروف أم يكون من خلف أي جهة؟ كيف يسلم ويشير؟ لا لا، الإشارة لا أصل لها، سنشير بالسلام على النبي هو من مكان بعيد لا أصل له ولا قيمة له، كما قال علي بن حسين ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. إنما يشرع الإنسان إذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد زيارة القبر أن يستقبله ويقول السلام عليك يا رسول الله، كما يصنع لزيارة المقابر، ثم يتقدم قليلا يسلم على أبي بكر، ثم يتقدم يسلم على عمر. والإشارة باليد هذه لا أصل لها، لا قريبا ولا بعيدا. وأما البعيد فلا يشرع أن يقول السلام عليك، يقول اللهم صل على محمد، لأنه لما زار قبرا أصلا، فليس له جالس أنا ما يشرع أن يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا لا أصل له. إنما تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كما قال صلى الله عليه وسلم وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. مقصود تسليم عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود عند النسائي بسند صحيح إن لله ملائكة السيارين يبلغوني من أمتي السلام، قل اللهم صل وسلم على محمد، كما قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وإذا كان الإنسان لم يأتي القبر من قبل وجهه فإنه لا يجلس من الخلف ويستقبل يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا ما دليل عليه، إنما يجلس أمامه كما دلت على ذلك الآثار. وأيضا لا يشير باليد كما يفعل بعض الناس يقول هكذا السلام عليك يا رسول الله، هذا من المحدثات، هذا من المحدثات، وهذا أمر ليس له أصل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد، متفق عليه من حديث عائشة. نعم.